القاعدة اللي احنا قاعدين نشتغل فيها بالنسبة للقيادين هي أساسا قاعدة معقدة، يعني فلازم يكون فيها شوية، فهي مو صورة وردية، لكن نتمنى ان احنا في الاتجاه الصحيح. شكرا أخت سلمى. طبعا أخ محمد، جلسة المؤتمر عبارة عن جلسة من منظومة متكاملة خلال المؤتمر. بالأمس أشار الأستاذ أمين الناصر أن تشير الدراسات أنه في العام 2020 هناك احتياج إلى خلق 100 مليون وظيفة، جهود متعددة، جهود مختلفة، ولكن اليوم نحاول نسلط بعض الأضواء على هذا المجال. أنتقل إلى الأخ شادين الشابي من منظمة إنجاز لبنان. أول شيء يعطيكم العافية وبتشكر مؤسسة فكر العربي. شفنا تجارب ناجحة من دولة لأخرى، قد ايه درجة التنسيق والتكامل بين هالمؤسسات من دولة لدولة؟ طالما احنا عم نحكي عن فكر عربي فلازم يصير في تبادل للنشاطات اللي عم تصير من دولة الى اخرى لحديث ما نوصل خبراتنا لعصعيد المنطقة العربية. تاني نقطة، لنقدر نوصل للنجاح اللي نحن بنبتغيه لازم نتكامل مع مؤسسات القطاع العام، مع مؤسسات المجتمع المدني، ومع المؤسسات التربوية، لنقدر نكون عم نعمل فول باكج لحل المشكلة، ونركز على فكرة تحفيز روح المبادرة لحديث لنحارب البطالة. بتشكركم. شكرا. شكرا على هذه المداخلة. نأخذ سؤال من الأخوان. تفضل أخي. أنا أعتذر الأخوان اللي وراء، راح أرجع لكم بعد شوية، معلش. في كم. شكرا جزيلا. علي عقل عرسان. في هذا العصر هناك تعاون أساسي للنجاح وللمنافسة، تعاون بين رأس المال، رأس المال البشري، المعرفة والتقانة، وهذا يستنفذ أو يمكن أن يوظف طاقة الموارد البشرية بشكل سليم لتحقيق نهضة على أرضية علم ومعرفة وتدريب وتعلم. هذا ممكن متحقق في بعض الشركات المتميزة، شركات النفط وسواها، لكن نحن نفقد الطاقة البشرية في ما أشار إليه الأستاذ بالطاقة في البطالة المقنعة، حيث لا يعمل موظف الدولة أكثر من ساعة وساعة ونصف، يعني ساعتين في اليوم، بينما هو يحسب من الطاقة البشرية العاملة المستنفدة. كيف يمكن الوصول إلى برامج متطورة تجعلنا نستفيد من طاقة الإنسان العربي الذي يعمل في وظيفة ويحسب من الموارد البشرية المنتجة وليست المتفوقة، المنتجة ولو بدرجة معينة، لكي يعمل بطاقته الكاملة؟ لأننا نفقد الزمن ونفقد الطاقة ونفقد كل مقاومة التدريب فيها. الفكرة وصلت. وهذا شكرا. جزء من نعم. التخلف. شكرا. شكرا جزيلا. أظن أشار الأستاذ عفوا سعادة الدكتور طبي في المحاضرة إلى التميز في الأداء، وأشارت الأخت سلمى إلى بعض الإسهامات في ذلك. هناك مجموعة من المبادرات للوصول إلى التميز في الأداء. إذا في أحد عنده مشاركة من الأخوان. أنا بس أرجع لملاحظة الأخ قبل شوية. أتمنى أن يعني مؤسسة الفكر عبر موقعها أن يكون هناك في شيء اسمه بنك للأفكار والممارسات الإيجابية الجديدة. هذا البنك عن طريق موقع المؤسسة، كل المؤسسات وكل الأفراد وكل الشركات اللي عندها تجارب ناجحة تؤطر هذه التجربة وترميها في هذا البنك، وهذا يكون مشاع ومتاح للجميع أنهم يستفيدوا من هذه التجارب. وأيضا بالنسبة لقضية البطالة المقنعة، اليوم الدراسات تقول، وما أبغى أكون سوداوي، ولكن متوسط يعني الساعة الإنتاجية للموظف في العالم العربي لا تتجاوز 30 دقيقة في اليوم. يعني هذا رقم مخيف، يحتاج وقفة حقيقية، يحتاج مراجعة، يحتاج استراتيجيات، يحتاج منهجيات. شكرا. ننتقل للجهة الثانية. أنا أحاول أني أوفق بين الجمهور حتى لا نتهم بأن احنا نوفق جزء على جزء، ف يعني شكلها حتى مع هذه الجمهور هنا زعلان. الميكروفون هناك. هنا الميكروفون. تفضل عرف باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحان العقيل، كاتب صحفي من السعودية. نشكر مؤسسة الفكر على هذا التجمع الطيب وعلى هذه الآراء المطروحة والأفكار القيمة. في الواقع استمعت إلى الدكتور سمير من أرامكو السعودية قبل قليل، وتكلم كلام جميل جدا وعن دور أرامكو في مجال التنمية البشرية.
في الواقع يعني ودت أن أسأل سؤال: الاستعانة ببرامج عقود التشغيل ودفع العمالة للشركة لمدد محددة تعتمد عليه الشركة الآن في قالب أعمالها المساندة، يقيب عنه برامج السعودة وتقيب عنه برامج التأهيل ويقيب عنه حتى الولاء للشركة لمدد مستدامة، وهذا يتعارض مع كثير من الأفكار الاجتماعية المطروحة كما ذكر الإخوان اللي هو سلم ماسلو في الحاجات الإنسانية. هذه العقود كيف نوفق بينها وبين تأهيل وبين توطين الوظائف في الوطن العربي بشكل عام عندما نعتمد على عمالة أجنبية؟ هذا سؤال. شكرا. هذا موجه لأرامكو. سؤال دكتور سمير يعني بس. طيب احنا طبعا يعني ما راح نلتزم بمكان او قطاع او مكان معين، اذا في عندكم اسهام من جهتكم والا ناخذ فقره جديده. يعني مساله انا في تقديري، وهذا كتاب نشرته لبنان ناشرون قبل فتره قصيره بعنوان الاستراتيجيه الحيه، درسوا كل الشركات والمؤسسات اللي تتبنى قضيه راس المال البشري كمحور حقيقي، وجدوا ان موظفينهم فيهم ثلاث خصائص مشتركه: الثقه بالمسؤولين، والالتزام بدون ما يطق الكارت او يحط البصمه اليد ولا العين، والولاء. انا اعتقد كل مؤسساتنا التي تدعي انها تتبنى راس المال البشري انها تقيس نفسها على الثلاث خصائص هذه. هل هذه موجوده؟ هل هناك ثقه؟ هل هناك التزام؟ وهل هناك ولاء؟ شكرا. الاخ في الجهه الثانيه لو سمحت. مساء الخير. عفوا أختي أنا عندي ملاحظة بالنسبة للموضوع هذا. إحنا إذا بشركاتنا إن جنرال في وظائف معروفة شو خصائصها، لو بتحدد خصائص للوظائف المعروفة مثلا بروجكت مانجر شو لازم يعرف شو لازم يعمل، وبنحدد لكل الوظائف العامة وبنحط لها وين هو الموظف وين راح يصير، فهذا كتير بيساعد للموظف يكون منتج وفعال بوظيفته بغض النظر عن الدولة اللي هو فيها، لأنه معروف إنه في وظائف محددة، معروف إيش الفعاليات الموظف بده يقوم فيها. وإحنا كتير بالوطن العربي عندنا كتير تداخلات بالأفكار اللي إحنا بنشتغل فيها، إذا كان هذا مسؤول عطاءات ولا مشاريع كبيرة ولا بالمحاسبة، لازم في عنده certain qualifications تكون موجودة عنده، بتكون بالداتا بانك تاعت الشركة، وبعدين بنقدر نقارن وين هو وين لازم يصير، ساعتها بنقدر إحنا نحسن بالليفل تاعت الموظفين. شكرا. شكرا أخت رنا. ننتقل للأخ في الصف الثاني لو تكرمت هنا. طيب عفوا. أي نعم. مساء الخير. جمانة الشامي الصحفية. نحن في الوطن العربي نمتلك كثير من الموارد البشرية، ولكن في نفس الوقت للأسف الشديد لا نمتلك النوعية الجيدة في هذه الموارد البشرية. وإذا كان هناك نوعية جيدة، هذه الموارد البشرية درست في الخارج وأتت عادت إلى وطنها وتوظفت فورا مجرد أن شهادتها من الخارج الوطن العربي، ولكن كثير من الموارد البشرية تخرجت داخل وطنها العربي، وعندما تتجه إلى أي منشأة لتعمل وتساهم في نجاح هذه المنشأة يقول لها إذا ليس هناك معك من خبرة ولكن شهادة، عفوا، ليس من الممكن أن تكون منتج وفعال في هذه المنشأة. من يساعد هذه الموارد البشرية؟ من يدعمها؟ من يحتويها يستحوذها؟ شكرا. إذا الصناعة الخارجية تبقى هي الأبرز. تعليقكم؟ يعني أختلف معك لما قلتي إن يعني عندنا موارد بشرية لكن هي ليست كفاءة، يعني هذه أول نقطة يمكن أختلف معك فيها، يعني عندنا كفاءات وعندنا قدرات وعندنا مواهب يعني صراحة الواحد يفتخر فيها. يعني تشوفين أتكلم يمكن عن تجربتنا الخاصة في يعني في المصافي الكويتية، تشوفين في من العمالة المحلية والعمالة الكويتية تعمل، طبعا إذا كان دراستهم في الخارج ولا في الوطن، يعني إحنا بس كمؤسسات يجب أن نستثمر هذه المواهب وندليهم على الطريق اللي هم يقدرون يوصلون إلى ما هو يعني الماكسيمم اللي هم يقدرون يوصلون له، لكن الكفاءات موجودة، فقط اللي إحنا قاعد نحط نظم لتنظيم هذه الكفاءات والأخذ منها بما يعني بالقدرة اللي إحنا نقدر نوصلها إلى اللي هم يقدرون يسوون، بس إن عندنا كفاءات. تعليقا كمان على نفس الموضوع، يعني
شركة ترمي المرت عمان مسؤولة عن 80% من الاقتصاد الوطني للسلطنة، و77 من الكوادر العاملة بالشركة كوادر عمانية. فأكد لك أنه الشهادة طبعا هذا مجرد مدخل إلى الشركة، لكن اللعبة الحين الكفاءات. ما في فرق ما بين موظف عماني وأجنبي إلا من ناحية الكفاءات. فالفكرة أن الشهادة حاليا سواء كانت بكالوريوس أو ماجستير خطوة للدخول إلى الشركة. المهم هو الكفاءات، اكتساب الكفاءات داخل العمل في الشركة. طبعا أنا أكرر وأشير أيضا بما ذكرته الأخت سلمى أيضا أن هناك بعض المراكز القياسات تشمل حتى الموظفين الجدد. اختيار الموظفين الجدد يتم حسب مراكز قياسات تتم، وهذا ممارسة في أكثر من شركة إلى جانب شركة أرامكو السعودية وغيرها من ذلك. ننتقل إلى سؤال آخر اللي معهم الميكروفون. لا مي عبد العزيز، مملكة البحرين. سؤالي لمدام رنا. أشارت مدام رنا للتجربة الأمريكية الأردنية، يعني وكأنها عم بتقول أنه التجربة الأمريكية هي كانت جواز السفر لنجاح المشروع. لو كان هي تجربة عربية فقديش كان في عوائق بتعيق من هذا المشروع؟ شكرا. شكرا لك على السؤال. هي تجربة أمريكية أردنية لأنه الفكرة نبعت من MIT Link، و MIT كجامعة موجودة بأمريكا هي كانت المبادرة بالمشروع. بعد ما هم عرضوا الفكرة على طول الأردن اشتغلت معهم والباكستان كأول دولتين، ولما نجحت فكرة المشروع بلشنا ننتقل للدول العربية، وعلى طول بلشنا بلبنان وهلأ في مع السعودية، وإحنا حابين جميع الدول العربية تشارك معنا لأنه نتيجة المشروع راح تكون كمصدر مفتوح لكل الناس تستعمله free of charge. عشان هيك إحنا كل الموديولز اللي عم نحاول نسويها عمالها بتتعرب، لأنه إحنا كتير بهمنا كل الدول العربية تشارك معنا بهذا المشروع. شكرا أخترنا. أنا أيضا أكرر أن الأخترنا ذكرت خلال عرض الشرائح أن التجربة أردنية وليست فقط أمريكية، ولكن حسب المؤسسات العلمية، المؤسسة العلمية MIT يشار لها بالبنان من ناحية مركزها العلمي المرموق، وأيضا نحن في العالم العربي جزء من منظومة عالمية. لا ندعي أننا سنقوم بفصل ذلك. نأخذ فكرة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. بعيدا عن الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، لو سألنا بالعالم العربي هل العلم يطعمي خبز، سيكون الجواب لا. للأسف أنتم الخليجيين، يعني طبعا هذا شيء يشرف، أنتم يعني حتى الطاقات في الجامعات الأمريكية وبالخاص هنا في بيروت يأخذها الخليج، هذا شيء مهم. أما خريجي الجامعات الوطنية أستاذه على مقاعد الجامعة يدرس بأنك أنت تتخرج من جامعة فاشلة. النموذج في بيوتنا للأسف في العالم العربي الجامعات الأمريكية. لماذا حتى الساعة لا يوجد جامعة عربية ولو واحدة هي نموذج للعالم؟ لماذا؟ أنا قبل فترة التقيت بأستاذ في الجامعة الأمريكية هنا، قال لي يقولون بأن العلم لا يطعم خبز، هم لا يعرفون ماذا يتعلمون. لكن هذا الأستاذ للأسف خريج أمريكا، قال لي أنا أذهب شهر واحد أتقاضى $100,000 عن بضع محاضرات. هنا المشكلة، لماذا حتى الساعة؟ يعني أريد أن أسأل كذلك أهم الخبراء. الفكرة وصلت أخي الكريم، أرجو المجال لأن هناك الكثير من الأسئلة، راح أضطر أخذ مجموعة من الأسئلة وأترك المجال للجمهور الإجابة عليها لأن الوقت ضيق. تفضل أخي. أخيرا فالح الصغير صحيفة الحوار. في جلسة سابقة لمؤسسة الفكر طرحوا أن هناك تغيير في نمط التفكير، وهو من التفكير في المشكلة إلى التفكير في الحل، وهذه طبعا فكرة ممتازة إذا تم التنفيذ. أنا يعني أضيف لما ذكره الصديق الأخ محمد الحارثي أنه إلى متى يبقى نسبة كبيرة من خريجي الجامعات الخارجية، الجامعات الغربية والعربية ينتظرون. هناك أعداد كبيرة من خريجي الجامعات ابتعثوا وإلى الآن ينتظرون فرص عمل وبتخصصات نادرة. الفكرة. شكرا. نعم شكرا شكرا. نأخذ فكرة من الأخ اللي عنده الميكروفون.
شكرا جزيلا لمؤسسة الفكر وسموه الأمير خالد وعبد الرحمن السقاف طبعا من المجتمع المدني جمعية النهضة الاجتماعية بحضرموت باليمن. الحقيقة السؤال هو نقل الخبرات بالنسبة للأخ شبير من عمان، أقولها هل ما مدى النجاح الذي تحقق في نقل الخبرات، وهل استغنت عمان عن العمالة أو ولو جزءا معين من العمالة، كم نسبة الاستغناء عليه؟ شكرا جزيلا. نأخذ المداخلة من الأخ وبعدين ننتقل إلى الأخوان والأخوات. محمد حمد هندي، جامعة بني سويف مصر. الشكر موصول للمؤسسة وللسادة المتحدثين، ولكن سؤالي للأخت رنا حول التجربة الجميلة الموجهة للتنمية البشرية في قطاع مهم جدا هو قطاع الطلاب ليكون جاهزين لأي مجال بعد التخرج. أنا بس بدي أريد أعرف إن هو بلوسومز المفردات بتاع الحروف، يعني لو أردت أن أنا أتكلم على المشروع بهذا الاسم، إيه المفردات بتاع الحروف، ماذا تعني بي وإيه اللي وإيه وكذا. شكرا. هي blended learning open source for science and math for math and sciences. وبالعربي اسمها blossoms بالإنجليزي. فهذا هو البلاسمس. هذا تعريف. بس أعلق على يعني الملاحظ اللي قالت قبل شوية. إحنا اليوم في هذا المؤتمر، مؤتمر مؤسسة الفكر، قاعدين نتكلم على وطن بلا حدود، قاعدين نتكلم على وطن واحد، قاعدين نتكلم على مفهوم الأمة، الأمة العربية. فقضية العقول عندما تنتقل من دولة فيها موارد بشرية كبيرة إلى دول هي بحاجة إلى مثل هذه الموارد النوعية، أنا أعتقد هذه ليست هجرة عقول ولا فيها أي مشكلة من المشاكل، ولا يجب أن احنا ننظر لها نظرة سلبية. يشرف دول الخليج أنها تستضيف كثير من القدرات وكثير من العقليات العربية في كل هذه الدول لتساهم في نهضة بقعة من الأرض هي جزء لا يتجزأ من هذه الأمة وهذا الوطن. التعليم يوكل خبز، نعم يوكل خبز. يطعمي عيش، يطعمي عيش، نعم. أنا أقول لك إياها يعني من خلال التجربة، أنا أعرف كثير من الناس. طبعا هذا وجهة نظرك يعني، لكن أنا أقول أن اليوم إذا كان الإنسان بيتعلم في الجامعة عشان فقط الدولة هي اللي توفر له الوظيفة، أنا أعتقد نحن نسيء فهمنا للتعليم ولدور التعليم. التعليم يوفر لك ويعطيك جواز سفر ويعطيك سلاح تستخدمه ليس فقط للوصول إلى وظيفة حكومية أو وظيفة رسمية، وإنما أوسع بذلك بكثير وبكثير جدا. فأنا يعني أؤكد على هذا الأمر، واليوم تورث ابنك تعليم أفضل من تورث ابنك